الصوره والرسومات تذكرنا باللي كان يصير بالبدايه، تذكرنا بالمطعم التركي والاشياء الحلوه اللي صارت. بصراحه احنا عندنا الثوار اللي موجودين حاليا بساحه التحرير واحتمال كل الساحات، عندنا هاي الرسومات فشيء مقدس، يعني حتى من تتعرض واحده من الرسومات الى الحرق او التخريب نحاول باسرع وقت ان نرجع نعيدها من جد وجديد ونجملها. من هاي الرسوم مثلا هاي صورة صفاء السراي والتوك توك تذكرنا بيها، هاي الرسمة العمليات القمع اللي كانت تصير من قبل الأحزاب والحكومة، هاي الرسمة اللي وراك تذكرنا بدور المرأة، كان دورها بصراحة كلش كبير بهاي الثورة اللي صارت. البكان وطحوا بالشهداء وصحباننا وربعنا وما نقدر نخذلهم، وان شاء الله صامدين احنا هنا لاخر يوم بحياتنا. كل رسمه من هاي الرسوم تذكرك فد بحادثه، تخلي الثوره طابعه بذهنك وابد ما تنساها.